السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة لضغط الهواء، ازاي نظبط ضغط الهواء المناسب لعملية الرش، سواء احنا بنرش فيلر او بنرش لون او بنرش كلير كوت اللي هو الورنيش او الجيلاتين او اللاكر. يعني ضغط الهواء المعروف اللي احنا بنشتغل عليه سواء في الفيلر او في اللون او في الورنيش بيكون متوسط 2 بار، ممكن يزيد شوية وممكن يقل شوية حسب الخامة اللي احنا شغالين بيها. يعني مثلا الفيلر اللي هو الاساس، نيجي من الاول كده، الاساس اللي هو الفيلر بيترش تقريبا على ضغط هواء 2 بار. ازاي احنا نظبط اصلا 2 بار بشكل عام في اي حاجة الفيلر او اللون؟ لو جينا دوسنا هنا كده، بسم الله، بص هنا ضغط الهواء، بص كابس ازاي، بص معدي 7 بار كابس. ليه؟ الهواء عدى هنا مش لاقي حاجة يطلع منها، فبالتالي ايه؟ ضغط على الساعة دي خلى الامبير ده عدى قارس على الاخر. طبعا المسدس اللي هو الهواء اللي بيتحكم في الهواء في المسدس ده بنفتح دي على الاخر، اكننا بنلغيها وبنتحكم من المنظم اللي هو ده منظم خارجي بنركبه هنا كده، فهو ضاغط كده. الضغط ده طبعا احنا بنرشش عليه، لو جينا بقى دوسنا هنا كده، بص اللي هيحصل، بص ايه اللي حصل، الضغط قل. ليه الضغط قل؟ لان انت كنت كاتم عليه فدي زادت، يعني خرطوم ميه مطلع ميه وانت رحت كابس، الا الخرطوم هتلاقيه بيتنفش، نفس الكلام هنا اهو، ده بيتنفش. ليه؟ انت قافل الهواء عليه فبالتالي هو عمال يزيد. انما لما هتخرم خرم، الخرم اللي هو ده، بص احنا كده خرمنا خرم اهو، بص كده، انت كده اديت ايه؟ سماح للهواء يعدي، فده اصبح بقاش مكتوم، بقى فيه هواء بيعدي، ولكن هو قاري في ضغط، هو برضك مضغوط لان هنا في فتحات صغيره، انما لو دي مفتوحه فتحه كبيره ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي دون بقى صفر، ما بقاش في حاجه مضغوطه، لكن نتيجه ان هنا في فتحات صغيره فبالتالي هو ضاغط شويه. ضاغط بقى كام؟ بص لو جينا بصينا كده اهو، ضاغط 2 بار و2 من 10 او 3 من 10. طب عايزين نقلل او عايزين نزود من المنظم ده، نتحكم في المنظم ده كده، بص كده الضغط قل ازاي؟ بقى 1 من 10. الضغط المعروف احنا بنظبط من هنا، انا معايا مثلا المسدسات ال LVMB HVLB، الحاجات اللي هي المشهوره والمعروفه دي، ضغط الهواء بتاعها المناسب بيكون 2 بار. حتى انت لو جيت بصيت على بعض موديلات المسدسات ممكن تلاقي بعض الموديلات ساتا او ممكن يعني في بعض الانواع تلاقي مكتوب لك هنا كده ايه، او الديفيلبس احيانا يعني مش كل الشركات يكتب لك هنا ايه، ماكس 2 بار، يعني اقصى هواء 2 بار. هو مش مسموح ان هو يعدي فيه اكتر من 2 بار. في بقى مسدسات تانية ضغط عالي اللي هو الهاي بريشر، مسدسات ضغطها اعلى دي بتشتغل على 3 بار و4 بار و5 بار، انت بتشتغل كده بتقعد تزود في الهواء لغايه ما توصل لكام؟ ل 3 بار و4 بار و5 بار. هو بيشتغل، هو مصمم ان هو يشتغل عليه كده، لكن المسدسات دي ما بقاش حد يجيبها دلوقتي، يعني بقى فيه اللي هي الحاجات اللي هي على 2 بار، فبتبدا ان انت تشتغل عليه. ده بالنسبه للمسدس. الورنيشات بقى والفيلر والحاجات دي، انت جبت فيلر اساس، لون، ورنيش، اي حاجه بتلاقيها في العلبه او النشره الفنيه بتاعته بيقول لك ايه، الفيلر ده بيتطبق بمسدس اتش في ال بي على ضغط هواء 2 بار، على ضغط هواء 1.8 من 10 بار، والورنيش نفس الكلام، واللون نفس الكلام، وفي الاخر ممكن يعني مش شرط، ممكن يكتب لك ايه وبشرط او يفضل انك ترجع للنشره الفنيه النوع المسدس، لان هو مش عارف انت تشتغل بمسدس ايه، اتش في ال بي ولا ال في ام بي ولا مسدس كونفنشنال ولا مسدس ضغط عالي ولا مسدس ال في، ولا هو مش عارف انت تشتغل، فبيقول لك ايه، يفضل انك ترجع لايه، للنشره الفنيه للمسدس، لان كل مسدس ليه برضك نشره فنيه، ده بيشتغل على 3 بار، ده على 4 بار، ده على 5 بار وهكذا. ممكن حد يجي في دماغه يقول لك طب انا لو جبت مسدس بيشتغل على 2 بار واديته اكتر من اللي مسموح بيه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيحصل فيه خلل في شكل الرايه، مش هيديك النتيجه بتاعته بشكل احترافي لان هو مش مصمم لكده. المسدسات اللي هي الوسط ما بين القصه دي كلها اللي هي مسدسات ال LVMB او اللي هي الترانستيك او الار بي دي، مسدسات ايه يعني حلوه اللي لونه حلو ورنيشه بتشتغل على الاثنين بار. فبالشكل ده بنقدر ان احنا نظبط ضغط الهواء بتاع ايه؟ بتاع المسدس. أنا كده بس كده، انا على الاثنين بار ابدا بقى اشتغل وادوس على الهواء. بص كده ادوس اهو، بص كده اهو، كده احنا بنطلع دهان دايسين على الاخر اهو، كده ايه قايس، لكن ما فيش دهان بيطلع، الهواء بس اللي بيطلع، انما لو دوسنا كده هيجي، لا ولكن كده هو قايس لك الضغط، وكده برضه قايس لك الضغط كده على 2 بار وايه و2 من 10. الورنيش يفضل ان هو يكون 2 و3 من 10 او 2.5 بار.
حسب برضك من الشركه المصنعه تقول لك سواء للمسدس او الخامه نفسها. الفيلر بيكون ضغط الهواء 2 بار او 1.8 بار، اللون برضك بيكون 2 بار او 1.8 بار، ولكن انا بصراحه انا بشتغل على كل 2 بار. الورنيش بس اللي احيانا بزود ضغط الهواء شويه بخليه 2.3 أو 2.5 احيانا عشان خاطر اعرف اكسر في حبات الورنيش واخليها نعمل، لانه كل ما الهواء زاد كل ما الحبابات تطلع ناعمه اكتر، كل ما الهواء قل كل ما الحبابات تطلع اقل اكتر. عشان خاطر كده بنقول لك في الفيلر ايه، تقلل ضغط الهواء عشان يطلع لك الحبابات ايه تملى معاك وتملى مع اللي معاك وتظبط معاك المعجون. اللي عنده اي اضافه يسيبها لاخواته. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. ما تنسوناش دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.